السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة القسم 3، استخدام قوانين نيوتن، 10 متقدم، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2015-2016. المسألة رقم 2، نقرأها مع بعض وشوف، لاحظ كيف أنا بقرأها بهدوء. يظهر الشكل المجاور رسما تخطيطيا لآلة أتود إذا كان الخيط مهمل الكتلة ولا يمتط، وكانت البكرة ملساء ومهملة الكتلة. طلب ألف، ارسم مخطط القوى المؤثرة في كل من الجسمين. هذا وزن الكتلة M2 وهي قوة الشد في الحبل، وزن الكتلة M1 وقوة الشد في الحبل. طلب باء، احسب عجلة الحركة التي يتحرك بها النظام. شو هو النظام؟ المكون من الجسمين، لذلك ذكر لك الخيط مهمل الكتلة ولا يمتط وكانت البكرة ملساء ومهملة الكتلة، يعني ما بيدخل بالنظام اللي بدنا ندرسه، البكرة والخيط فقط الجسمين. إذا علمت أن M1 تساوي 3 كيلو جرام وM2 تساوي 7 كيلو جرام، الحركة حتكون على الخيط، فلذلك بنحدد اتجاه الحركة. الحركة البكرة حتلف بالاتجاه الموضح، وهذا الاتجاه بيكون موجب، عشان على أساسه نحط متجهات القوى. يعني وكأن الجسمين عم يتحركوا على خط واحد هو اللي هو الحبل. من قانون نيوتن الثاني، العجلة تساوي مجموع القوى على الكتلة الكلية. العجلة وتساوي عندك عندنا القوة الأولى M2G في الاتجاه الموجب، القوة الثانية T في الاتجاه السالب، القوة الثالثة T في الاتجاه الموجب. أنا عم بمشي في هذا الاتجاه عكس الحركة، سالب M1G، راقب هنا M1G معاكس للحركة، M2G مع الحركة، T للجسم 2 معاكس للحركة، T للجسم 1 مع اتجاه الحركة. فلذلك سالب T وموجب T بيروحوا مع بعضهم وبتصير المعادلة بهذا الشكل. طالعت G عامل مشترك مشان سهل الحساب. لحد هون فيزياء، ما تبقى رياضيات. منعوض ومندخل الآلة الحاسبة ومنحسب، تطلع هاي العجلة. لاحظ العجلة موجبة، معناتها العجلة لها هذا الاتجاه، لها الاتجاه الموجب. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء ومن اللايك أو تعليق. من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ومن طلب العلا سهر الليالي. أيها الإنسان، فكر لتبدع واكتب لي تعليق.